أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وحلقة جديدة من استراحة الظهيرة. اليوم حلقتنا منوعة، رح نحكي شوية أخبار بفقرتنا مع الأخبار المنوعة من حول العالم، وبفقرتنا التفاعلية وتحديدا بفقرة خطار رح يكون في معنا ضيف هو اشتهر بمواقع التواصل الاجتماعي بكتاباته يلي بتخص مجتمعنا وبتخص الأوضاع يلي نحن عم بنمر فيها حاليا وتحديدا بعض الدول العربية، وأيضا مواضيعه هي بتخص الشباب. وبتعرفوا انه انتم هذا النشاط يلي بيكون بعالم السوشيال ميديا بيوصل سريعا لعقول الناس وبيأثر فيها، خصوصا اذا كان النص فيه ابداع، ان كان بطرح المواضيع او ان كان خلينا نقول ترتيب الجمل والافكار. فضيفنا راح يكون بلال داغر، لكن مش هلا، بفقرتنا مع خطارنا لليوم وبفقرتنا التفاعليه ايضا. يلي بحب انه يتفاعل مع بلال في يحكينا على أرقام البرنامج، لكن هلأ أنا وأنتو بدنا نروح لفقرتنا المنوعة من حول العالم، واللي دائما 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 منبلشها مع الأخبار الصحية. شو في عنا؟ خلينا نشوف. حبوب الكينوا، ما هي الفوائد وطرق الاستخدام؟ أخبارنا الصحية اليوم من موقع جي كلاس، يعطيهم ألف عافية وشكرا لأنهم دائما ببعثوا لنا الأخبار أول بأول. يا رب المسج تكون وصلت. وأكيد بنبلش نحن وأنتم مشاهدينا، وخلينا نشوف حبوب الكينوا شو هي. هلأ سبحان الله كيف هيك صارت معي أنا صدفة إنه حكوا لي عنها، وتاني يوم أخذنا الخبر. هي شيء طعمه زي الرز او القمح، ما بعرف كثير منيح، بس هيك شكلها غريب شوي، لكن هي كثير طيبه وبحطوها اوقات بالسلطات. اللي بده يجربها ضروري يجربها. لكن هل هي فعلا لها فوائد وممكن نحن نستخدمها بغير انه احنا نحطها بالسلطه؟ رح نعرف بهذا الخبر. فقد عرفت حبوب الكينوا منذ اكثر من 4000 سنه، وانا امبارح عرفتها، في امريكا الجنوبيه، ودخلت وجباتهم كجزء من التراث الشعبي على انها تمنح طاقه كافيه خاصه للمقاتلين. شو هي فوائد حبوب الكينوا؟ فهي مصدر جيد للبروتين، حيث أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، كما أن حبوب الكينوا يوفر أيضا مصدر جيد للألياف غير القابلة للذوبان، بما يوازي ضعف ما توفره الحبوب الأخرى، ولذا يساعد في المحافظة على صحة الجهاز الهضمي بالتخلص من الإمساك والمحافظة على صحة القولون. أيضا له دور واضح في خفض مستويات الكوليسترول والدهون بسبب وفرة الألياف، وهذا يجعله قليل السعرات الحرارية، وبالتالي فهو غذاء مناسب لتخفيف الوزن. أيضا حبوب الكينوا مصدر جيد للمغنيسيوم الذي يساعد في الحماية من الصداع النصفي، وتسهم في المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية. فالمغنيسيوم يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والحد من ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب والوقاية من نقص تروية القلب، إضافة إلى دوره في ضبط مستويات سكر الدم وإسهاماته في بناء العظام. حمض الفوليك وفيتامين بي في الكينوا يعززان قدرة الكبد على إزالة السموم من الجسم. أيضا يتميز حبوب الكينوا عن الحبوب بشكل عام بكونه مصدر جيد للحديد، ومن المعروف أن الحديد هام لحمل الأكسجين لجميع خلايا الجسم وخاصة الدماغ. من النصائح، أو مش النصائح عفوا، من الفوائد أيضا، فهم بينصحوا بحبوب الكينوا لمرضى الحساسية من الجلوتين، إذ أن الكينوا خال من الجلوتين خلافا للقمح والشوفان. توفر حبوب الكينوا العديد من المعادن والفيتامينز المضادة للأكسدة، لأنه بيحتوي على ما يقارب نصف الحد الأدنى من المتطلبات اليومية للمنغنيز، ويعتبر مصدر جيد للنحاس والزنك. أيضا تتركز في حبوب الكينوا الفلوفونويد أكثر من تركيزها في التوت البري نفسه، الذي يعتبر أغنى مصدر للفلافونويد، والتي تعتبر مضادة للالتهابات. وتقدم أيضا الكينوا أحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض ألفا لينولينيك. الفائدة الأخيرة أو النصيحة خلينا نحكي، بيقولوا أنه مادة الصابونين التي تغلف حبوب الكينوا
وقد تسبب تهيجا للمعدة والقولون لمن يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي إذ لم يتم غسلها جيدا، إضافة إلى أن محتواها المرتفع من الأوكسالات جعلها غير مناسبة للذين يتبعون حميات تخلو من الأوكسالات. يعني هي بالعكس هي معالجة لموضوع القولون لكل الناس اللي بيعانوا منه، لكن في حال من غسلت كتير منيح هي رح تعمل تهيج في القولون للناس اللي عندهم مشكلة بالجهاز الهضمي. وخلينا شوي نحكي عن حبوب الكينوا وقديش بتحتوي سعرات حرارية للناس اللي بتعمل رجيم وبتخاف انه تاكل حبوب الكينوا. فيحتوي الكوب المطبوخ من الكينوا على حوالي 185 جرام على 222 سعرة حرارية، وهاي هي إذا أنتم بتقدروا تقرروا إذا هي بتتناسب مع حميتكم الغذائية اللي أنتم بتتبعوها أو لا. ويفضل أنه هو يتم حفظ حبوب الكينوا في وعاء محكم، يعني بيكون مسكر منيح، ويتم تخزينها في الثلاجة لتبقى صالحة لفترة أطول من الزمن، يعني تقريبا 3 إلى 6 أشهر. أكيد هاي هي حبوب الكينوا يلي مش الكل كان بيعرفها، وأنا واحدة من الناس اللي ما كنت صراحة بعرفها، بس هي طيبة زاكية إذا بتنحط مع السلطة كتير طيبة أكيد. وإذا حابين إنكم أنتوا تدخلوها بسفرتكم مش غلط لو فتوا على اليوتيوب أو على جوجل وشفتوا كيف ممكن تكون طرق استخدام حبوب الكينوا في الطعام أكتر وأكتر. أكيد بما أنه نحن قاعدين عم نحكي عن أخبار صحية وأكيد طبية، خلينا نرجع شوي لموضوع زيت الزيتون اللي حكينا عنه بحلقات سابقة. نحن بنعرف أنه هو كتير منيح كتير منيح إذا كان للاستعمال الخارجي أو الداخلي، يعني شربناه أكلناه أو إذا كان استعملناه للبشرة فهو كتير منيح. لكن شو ممكن تكون فائدة زيت الزيتون في حالة مضمضنا تم بزيت الزيتون؟ خلينا نشوف في هذا الفيديو. مسلمو أمريكا يطلقون تطبيقا للإبلاغ عن جرائم الكراهية فكيف يعمل؟ أطلق مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في وقت سابق في الأسبوع الماضي طبعا تطبيقا على الهاتف المحمول يسمح لضحايا جرائم الكراهية ضد المسلمين بالإبلاغ عما تعرضوا له من حوادث. ودشنت الجماعة تطبيق لنجعل الديمقراطية في خدمة الجميع، هيك اسم التطبيق، بعد شهر من إعلانها عن زيادة كبيرة بنسبة 44% في عدد جرائم الكراهية التي أبلغ عنها أمريكيون مسلمين العام الماضي. ومع قلقها من أن 260 جريمة كراهية علمت بها العام الماضي إنما تمثل فقط جزءا صغيرا من الرقم الإجمالي الفعلي، والتي تهدف هذه الجماعة إلى أن يساعد التطبيق في زيادة الإبلاغ عن حوادث الكراهية. ويسمح التطبيق للمستخدم بأن يقدم وصفا لحادث مزعوم ثم يقوم موظفوك بالتحقيق فيه، وإذا خلصت الجماعة إلى أن الحادث هو نتيجة لكراهية على أساس ديني فإنها ستدرجه في تقاريرها، وإذا اعتقدت أن الحادث جنائي فإنها ستطلع الشرطة المحلية على التفاصيل. ويقدم هذا التطبيق نصائح بشأن الحقوق التي يحميها الدستور الأمريكي، كما يحتوي على معلومات للاتصال بالمقر الرئيسي لكير في واشنطن وفروعه في أرجاء الولايات المتحدة. واستأنفت الجماعة هذا العام رصد الحوادث المناهضة للمسلمين في أعقاب قفزة في حالات الكراهية العام الماضي، وهذه ليست بالمرة الأولى التي تستخدم فيها جماعة أمريكية مدافعة عن الحقوق المدنية تطبيقا لمحاولة رصد حوادث الكراهية. وأطلقت منظمة ائتلاف الشيخ سوري السيخ تطبيقا مشابها في 2012 للإبلاغ عن حوادث الكراهية في المطارات الأمريكية. أكيد
أهلا وسهلا ببلال داغر مشاهدينا، وبنقول لك نورتنا بلال، كيفك؟ تمام الحمد لله، الله يسعدك. الله يسعدك بلال. احنا شفنا لك هذا الفيديو وانت يعني عم بتحاول انك تكون ناشط في مجال السوشيال ميديا من خلال انك انت توصل مسج معين. اول شيء احكي لنا كيف كانت بداياتك. هي البدايات، اولا حاب اشكر القناه اللي استضافتني هنا. بداياتي ككتابي وكشاعر كانت قديمه شوي، يعني من ايام التوجيهي تقريبا قبل 4 أو 5 سنين. بلشت اكتب على اي موضوع يستفزني. اول موضوع استفزني كان هو موضوع التوجيهي صراحه، انا كنت كثير متضايق منه، فكتبت عنه وبلشت اكتب شوي شوي. يعني في اصدقائي اللي لاحظوا هاي الموهبه، صديق اسمه عمار يحيى، اخوي صديق اسمه يوسف، لاحظوا هاي الفكره فصاروا يشجعوني انه اكتب اكتب. كنت أكتب. تكتب بس ما كنت تعمل سكتشات يعني؟ ما كنت اعمل شيء، ما كنت حتى انشر على الفيسبوك على مستوى اني انشر، ما كنت. كان في عندي دفتر اكتب عليه وبس واحطه في الدار. بعد مرحله التوجيهي بالجامعه صرت اقول انه انا طب اكتب، ليش ما انزل على الفيسبوك؟ صرت انزل على الفيسبوك كنصوص عاديه كتابه. اخر شيء فكرت انه انا عندي رساله، انا بكتب كرساله، بكتب كفكره، ليش ما اوصلها للناس؟ هسه الناس ملت من التلقين وملك من المحاضرات وملت. هي نفس الفكره، ممكن انا بوصلها مثلا العالم الفلاني او الشيخ الفلاني بوصلها مثلا طريق محاضره، بس الشباب ملت منها، يعني ما راح تستوعب قد ما بتستوعب بطريقه جديده. فحبيت اعمل جديد، شيء جديد وفكره جديده من خلال الشيء اللي بكتبه. بعدت قدر الامكان عن اللغه العربيه الفصحى اللي هي متزمته، خلينا نقول انه الشباب كلها برضه يعني مش هالعلم او الدرايه الكبيره باللغه العربيه الفصحى. فصرت اكتب بلغه قريبه او بلهجه قريبه على الشباب. من هون بلشت. صديقي يوسف دحدوح كان يصورني، يعني الفيديو اللي شفناه هسه هو صورني فيه، صار يشجعني يصورني وينزلني على اليوتيوب، ينزل على الفيسبوك. بعدين صرت يعني صار اجاني اكثر من نصيحه واكثر من توجيه انه ليش ما تخلي الفيديوهات اللي تعملها قصيره. قصيره برضه المشاهد لما يشوفها ما بمل فبيحضرها كامله. بالضبط. فبحضرها كامله والفكره بتوصل. فصرت استخدم التليفون والفيسبوك وانزل على الفيسبوك، وهي كانت بداياتي بشكل عام. حلو حلو كثير. انت بتحس انه في ناس عم بتتابع وعم تحضر لهي الفيديوهات اكثر من قبل، من لما كانت مجرد كتابات؟ طبعا اكيد. بالضبط. لانه يعني نحن معروف عنا شوي مش كثير بنحب نقرا نصوص طويله. الفكره انه ممكن، يعني انا كمثلا انا كلو لو اعتبر حالي مشاهد، بدي مثلا اجي اقرا نص ولا اسمع نص؟ لا، بقول اسمع نص. أسمع. هو نفس النص. صح. اقرا ولا اسمعه؟ لا اسمعه باسلوب حلو، راح استفيد منه اكثر. حلو حلو. شو كانت دراستك بلال؟ انا قانون. 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 يعني شوي انت نوعا ما موضوع العربي يعني عندك جيد. جيد. انت دائما الدراسه بتكون، او حتى خلينا نقول يعني هي موضوع القانون والمحاماه والى اخره، هي بتكون باللغه العربيه الفصحى، فانت قررت انك تحكي باللهجه اللي قريبه، او خلينا نقول لغه الشارع اللي هي قريبه لاي شاب ممكن انه يسمعها. شو المواضيع اللي انت حكيت فيها بلال؟ حكيت كثير مواضيع، يعني انا بصراحه يعني ممكن صوره اشوف صوره على الفيسبوك او اشوف صوره وين ما كانت تستفزني اكتب عليها موضوع. في شيء استفزك وانت جاي لعنا على الطريق؟ لا، كنت مغمض. عشان ما يستفزك يعني؟ كثير، يعني كثير في مواقف بتستفز المواطن الاردني، كثير مواقف تستفزه. انا تخصصت او حاولت ابعد عن المواضيع، خلينا نقول اللي هي مواضيع كثير ناس بحكوا عنها، مثل مواضيع الحب، مواضيع الكذا، مواضيع الصحبه، الدمار، الشغلات هاي حبيت ابعد عنها. فبلشت اكتب مواضيع انسانيه. كتبت عن فلسطين، عن سوريا، كتبت عن الاردن، كتبت بشكل عام، كتبت عن الام. طب انت كيف بتضمن انه هذا الشيء انه يعني يلاقي استحسان الناس؟ لانه خصوصا بهاي المواضيع انه بتختلف الاراء مع وضد، فانت ما بتخاف انك انت مثلا تفوت في جدال له اول ما له اخر؟ فتت، يعني هو نوعا ما فتت بجدال، لكن بالنهايه اي انسان او اي كذا، لما انا اجي اوصل فكره معينه، انا ما باجي انا لا مع حزب معين ولا مع جماعه معينه، انا بحكي باسم الانسان. يعني مثلا انا بحكي مثلا لما نزلت عن سوريا، ما انت لا قلت انا مع جيش حر ولا قلت انا مع بشار، انا مع الشعب، انا مع الشعب. الشعب الطفل اللي بموت، المره اللي بتموت، المجاعات اللي بتصير، انا معها. وبالنهايه اي انسان مش راح يعارضني. حلو. هلا انت بتشتغل بمجال القانون بلال؟ لسه انا متدرب، يعني خريج جديد. يعني انت مش تارك مجالك، لا هاي لا. موهبه وانت بشهادتك. بدك سمعنا شيء؟ ما بدنا نحضر، بدنا نسمع منك شيء. كاتب شيء، حافظ شيء بلال، او في شيء جديد؟ كاتب شغله حاب احكي لكم اياها عن الام، يعني حاب اهديها ان شاء الله لامي. تفضل. هي مقطع قصير انا نشرته على الفيسبوك زمان. يقال
أن من عاشر القوم 40 يوما صار منهم. يقال أيضا أن القلب معلق بأشخاص هو منهم، ومن هنا أحب الظلام وأعشق الحجز. ليس تخلفا ولا أبدا لا تسموه عجزا، إنما هي 9 أشهر ببطنها نشأت منهم. أعيدوني لبطنها وعدوا بدل 9 أعواما، خذوا ما شئتم واتركوها، لا ولن أكون لواما. أتيت لذكر جمالها فاستوقفني الشيب، فكل خصلة تحمل معاني التضحية. خصلة تبدي من الأفعال ما هو طيب، وأخرى سهرت بمرضي ما غفى الثانية. ولن أطول بذكرهم على حدى، إنما القلب يهوى شيبا على رأسا على أكتاف أم غالية. ترك بلال أكيد طبعا بنوجه لها تحية أكيد. ويمكن هاي كانت قريبة من عيد الأم بحس، قريبة كانت من تاريخ عيد الأم. طيب حلو، لشو بدك توصل هلأ بلال؟ والله الفكرة أنا لا بدي أصير شاعر ولا بدي أصير مشهور، ولا الفكرة أنه أنا يعني أي إشي بيستفزني بدي أكتب عنه، بدي الناس تفهم. في قضايا كثير المفروض الشباب تفهمها. أنا قاعد بحاول أعمل رسالة من خلال الإشي اللي قاعد بكتبه، إني أوصل رسالة للشباب. وبالنهاية يعني كل واحد بوصل رسالة بطريقته، الرسام برسم، الكاتب، المطرب، كذا، كل واحد بطريقة معينة. صحيح. يعني أنت بتحس إنه نحن هلأ مش مثل قبل، زمننا غير زمن أهالينا قبل، لما صار ما يصير شيء بيضايقنا بهذا المجتمع أو بهذا البلد نحكي، يعني مش ما بنخاف، بس صار في عنا سقف حرية أعلى شوي من الأيام الماضية. أنت بتحس إنه بتخاف تتجرأ زيادة عن اللزوم بطرح القضايا، ولا بتحس إنه في عندك سقف حرية؟ لا لا، أنا شايف إنه في سقف حرية، وأنا كتبت وتجرأت وما شفت انه هالموضوع الخطير، وما صار في تساؤلات او مسائلات قانونيه او شيء. بالعكس انا بكتب، يعني حتى لما انتقد موضوع معين، لما انتقد وصلت مثلا انتقدت حكام، انتقدت كذا، انتقدت، بس بالنهايه ما يعني انا بوصل الفكره باسلوب حلو وبادب، يعني ما بتجاوز حدودي، ونفس الوقت بوصل الفكره اللي بدي اياها. كل كتاباتك على ما يبدو هي شيء مش بالضد، لكن انت بدك تحاول تسلط الضوء على جهه خلينا نقول نحن بتنقصنا او مش عاجبنا او الى اخره. ما بتكتب شيء مثلا مدح؟ كتبت مدح شكله بشخص معين في الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام، في الرسول عليه الصلاه والسلام. نقدر نسمعها ولا مش حافظها؟ اكيد. لا اكيد سمعنا. كانت برضه خليط بين اللغه اللهجه العاميه والفصحى. كنت صغير وكان ذكره بحيرني، كنت صغير وكان ذكره بحيرني، وسماعي للسيرة أحيانا بضحكني. كيف المعجزة بتصير مع بشر؟ وشمعنا لميلاده بنشق البحر؟ وبأبطال الخيال اسمه كان يذكرني. كنت صغير ما حدا يعاتبني، كنت أحبه مش لأني بعرف معنى رسول، ولا حتى عارف إنه مع كل أذى صبره يطول، ولا فاهم إشي بالأساس غير إنه في قلوب جميع الناس حبيب وقدوة وأمل على طول. وكبرت عاما بعد عام، والحب في أحشائي قد كبر، صدقته في الأقصى إمام، وتأملت انشقاق القمر، وسلمت به رحمة وسلام لأصحابه وحتى من به كفر. قرأت سير العظام الكرام، والله ليس كمثله بشر، صلوا على سيدي خير الأنام، على الذي مالت وظللته الشجر، صلوا على سيدنا رسول الأنام، الذي من شوقه لنا قلبه قد انفطر. وكرهت حال أمتنا وتخيلته فينا، أمن أجل هذا سالت الدماء من قدميه؟ أمن أجل هذا سالت الدماء من قدميه؟ ماذا سيقول عنا أضعنا الدين وفتحنا باب الهوى على مصراعيه؟ أنحن من بكى شوقا لرؤيتنا؟ أنستحق إخوانا له يلقبنا؟ والله لو علم ما رأى منا لم يسقط دمعة من عينيه. تعال أسألك، بتحب النبي؟ أسألك، تحب النبي؟ طبعا أكيد بنحبه، فيش فينا مجنون أو غبي، ختيار بيحبه وزلمة ومرة وبيحبه صبي. لو معاصي الدنيا فينا بنحبه، وبنتمنى في الجنة منزلة قربه، فداك نفسي ومالي، فداك أمي وأبي. كان سيد على كل أصحابه، وفقره والله ما عابه، أبد ما رد أحد دق على بابه، والرحمة كانت من طبعه، والبسمة ما فارقت وجهه،
وبكل ساعة يزداد أحبابه. مرت ألفية ونصف من بعدها، وما زال ذكرك يعطينا الأمل. أنت دواء القلوب وشفاء لها، أنت دواء القلوب وشفاء لها. وأنا نسيت لحد هون كتير حلو. يعطيك العافية بلال عليه الصلاة والسلام. واشرح لي هلا، أنت جاوبت يعني سألت وجاوبت حالك بهاي خلينا نقول القصيدة إذا صح التعبير، يعني إنه نحن واصلين لوضع كتير مؤسف بهذا الوقت، شوية بعيدين عن الدين إلا من رحم ربي. تفكير الشباب صار شوي سطحي. بتحس إنه شو الحل بهاي الأمور هلا؟ طبعا في يعني في كل مكان في المنيح وفي العاطل، يعني مش بالضروره انه كل الشباب زي ما انا بقول تفكيرهم سطحي، لا طبعا، والدليل انت بلال. لكن شو بتحس ليش احنا وصلنا لهي المرحله او لهذا الوقت؟ يعني هسا يعني نحكي عشان نكون واضحين انه حتى انا يعني مش بديش اقعد انظر، لانه انا برضه مش بهالالتزام الكبير. لكن على مجرد مثلا انا قلت لك، قلتي لي سالت وجاوبت، مقطع بتحب النبي اكيد بنحبه. الفكره انه تعال اسال اي واحد، لو كان بايده قصه بيره وبسكر او خمره، بسكر عادي بالشارع، قولي له انت بتحب الرسول؟ راح يقول لي بفلت قصه بيره، بقول لك اه بحبه. ممكن يصير يبكي كمان. الفكره انه احنا فينا خير، لسه الخير موجود فينا، لكن بده توجيه، ممكن ضغط، ممكن حال، ممكن صح. فقر، ممكن كذا، صح، تخلي الواحد يبعد ويصير معه مشاكل بس. طب يعني خلينا نحكي بشغلة اللي أنا كان قصدي فيها أنك أنت سألت وجاوبت بلال، إنه أنت قلت إنه يعني إنه إحنا وصلين لحال كتير صعبة، ويعني معقول إحنا القوم يلي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بكى شوقا لرؤيتنا، وبعدين أنت رجعت جاوبت إنه لا، برغم كل اللي إحنا بنمر فيه نحنا ربينا على حب النبي عليه الصلاة والسلام. وانت هلأ شرحت يعني قلت ممكن كل إنسان يغلط، لكن في داخله في خير، لكن بده مين يوجهه. أكيد بلال، بختام هاي الفقرة، وانت اليوم عندنا خطار طبعا بالعراقي يعني ضيف، تعرفها خطار ضيف؟ لا راح بالي على خطار اللي هو بكتب الخواطر. أنا راح لا بالي خطار يعني خطار ضيف. انت اليوم ضيف عنا، فأهلا وسهلا فيك بلال. شو بدك تعمل لقدام؟ أنا حاب أكمل زي ما أنا مبلش، مش حاب لا أعمل دعم ولا أبلش حالي أشهر حالي. حاليا إحنا مبلشين مشروع منجيب مواهب صغيرة. يعني أنا وبداياتي ما لقيت دعم. الواحد إنه يستند عليه. كيف يكون شكل الدعم؟ الدعم أي 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 دعم بيوصل بني آدم للناس. إذا بني آدم مش ضروري يكون مادي. هسا إحنا اللي بنشتغل عليه إنه منجمع شباب صغار يعني لحد عمر تقريبا 22 سنة بكتبوا، عندهم موهبة الكتاب، وفي عندنا كثير في البلد كثير طلاب موهوبين. فاحنا بنجمعهم، بندربهم على القام، بندربهم كذا، وبنعملهم نهاية التدريب أمسية شعرية بأحد المسارح. حلو. فبكون احنا الدعم اللي بنطلبه اللي هو حجز مسرح، الدروع للمسابقين للمشاركين وبس. هيك يعني شغله بسيطه لحتى تدعموا انه يكمل بهذا المجال، نحطه على اول الطريق ان شاء الله. حلو حلو. احنا نقول لك شكرا كثير بلال، ويعطيك الف عافيه. ما شاء الله عليك، يعني شاب مثقف، وان شاء الله انه يا رب بتوصل للطموح اللي انت بتتمناه، او خلينا نقول للنقطه او للهدف اللي انت حاططها بحياتك. واكيد رح يكون في عندنا لقاءات، بلكي بيصير في عندك كتاب. والله لهسه مش مفكر، بكتب خواطر بس لسه ما فكرت اني اكتب كتاب. لازم ممكن هي لازم تتجمع في كتاب عشان تنحفظ لك. اكيد بتمنى تكون معنا لقدام اكيد بلال. الله يسعدك، شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا مشاهدينا، نحن وانتم مكملين اكيد، وبدنا نقول لبلال يعطيك الف عافيه. نحن بس قبل ما نسمع اغنيه خليني احكي لكم شوي. نحن بنتمنى انه اي حدا يكون في عنده موهبه انه يدعمها، وبنتمنى انه اي شخص يكون في او بيشوف حدا عنده موهبه انه يسمعها. طبعا في رسائل وصلت لبلال من اصدقاء له، ما بعرف اذا نحن رح نقدر ناخذها او لا، لكن هي لانها وصلتنا كتسجيل صوتي بلال، هي دعم من اصحابك. فانا سمعتهم التسجيلات الصوتيه، بعد هي فيها نعم فيها ثقة كتير حلوة من أصحاب لإلك. خلينا نسمع أنا وياك هاي المسج، خلينا نسمع. مرحبا، يعطيكم العافية جميعا. أول شيء أنا حاب أشكر قناة سامراء على استضافتها لبلال. أنا عمار يحيى،
صاحبه لبلال، كنت معه من أول ما بلش يكتب. صراحة بلال اللي بيميزه عن الباقي إنه هو عنده كاريزما خاصة فيه، شخصيته واثق من حاله، إلقاؤه كثير ممتاز، وقفته على المسرح، استخدامه للغة العامية واللغة العربية الفصحى بالقصيدة، كمان عنده استخدامه للكلمات بصيغة بأماكن صحيحة، وعنده صور فنية وكثير شغلات بيميزه عن الباقي. يعني مش أي واحد بكتب نقدر نحكي والله إنه هذا عبارة عن شاعر أو كاتب، بس بلال استحق لقب إنه يكون شاعر. وآخر إشي، أنا أتوقع مستقبل بالشعر كثير ممتاز، وراح يبدع وإن شاء الله يكون يعني شاعر لكل الوطن العربي. وحاب أحكي له آخر إشي الله يوفقك لأنك جد بتستاهل. هذا مين بيكون لك؟ هذا عمار يحيى، صديق، يعني صديق الطفولة هنقول. نعم. هو اللي أنا حكيت لك عنه، هو اللي بلش معي، يعني هو اللي كان يدعمني أكثر من آدم. أول أمسية شعرية عملتها كان هو اللي سعى لها عشان عشاني، يعني عشان يوصلني للناس. حلو. هو سعى لها، هو تعب لها عشاني، عشان يوصلني للناس. وحاليا هو هسه مسافر الله يسهل عليه، يعني في بعد شوي بس، لكن الحمد لله القلوب حاضرة. يعني أكيد أكيد، نحن بعالم التكنولوجيا ما في حدا بعيد، يمكن كل يوم بتشوفوا بعض وبتحكوا مع بعض بالزبط. أكيد، لكن بيقول إنه حتى وقفتك على المسرح هي كانت يعني وقفة ثابتة، وهو بيدعمك كثير. قديش بتحس بفخر إنه في ناس عم بتوقف معك، علما إنه مش دائما اللي عنده موهبة بلاقي مين يوقف معه؟ الحمد لله أنا كثير، يعني كثير مبسوط من هاي الفكرة. لما بلشت أكتب قلت لك اللي كانوا يدعموني، يعني ما تعرضت لأنه والله بدي دعم مادي ولا كذا ولا كذا، لكن الروح الحلوة من أصحابك، من أهلك، من كذا، هاي اللي بتخليك بالعكس تعطيك دعم معنوي وأكبر من الدعم المادي. نعم نعم، نحن بنتمنى أن الكل يدعمك بلال بالطريقة اللي أنت بتحتاجها، إن كان معنوي مادي وإلى آخره، يعني حتى كمساعدات من ناحية تأمين مسرح، تأمين دروع، تأمين شهادات شكر أو تقدير والى اخره. يعطيكم الف عافيه، واحنا بنقول لك استمر، راح تواجه انت مطبات وراح تواجه صعوبات وراح توصل لمرحله ما راح تلاقي حدا حواليك، لكن هذا الشيء لا يعني انك انت تيأس اكيد، فاعتمد على حالك واكيد طلع حولك راح تلاقي ناس بتساعدك. شكرا بلال. شكرا لكم. شكرا مشاهدينا، هيك خلصت فقرتنا مع خطارنا لليوم بلال داغر، يعطيه الف عافيه، واحنا بنشجع هاي المواهب اكيد، وبنتمنى انه دائما يكونوا معنا ونسلط الضوء عليهم. مكملين انا وانتو، راح أقرأ شوية مسجات وصلتني أكيد، لكن خلينا نحضر أو مش نحضر، نسمع هاي الأغنية أكيد. فيكم عن جديد مشاهدينا، وصلنا للدقائق الأخيرة من حلقتنا لليوم، وأكيد نحن بنتمنى أنكم دائما تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، في حال حبيتوا أنه نحن نحكي عن موضوع معين فرجعنا للسيستم القديم. في كتير ناس بعتوا لي على مواضيع حابين أنه إحنا نحكي فيها، لكن أنا مش متذكرة إيش كانت المواضيع، عشان هيك اليوم بعد الحلقة رح أقعد وأشوف المسجات كلها وأشوف شو المواضيع اللي أنتوا حابين تحكوا فيها أكيد. لكن في أنه صديقة اللي هي دائما بتفوت، لاحظتوا كيف بتفوت باسم فوفو ميمي فيفي اشي هيك، مش عارفة شو اسمها كان، انا سوري يعني، لكن هي اسمها على الصفحة برغم الاحزان، الله يبعد عنا وعنكم الاحزان، مع انه الواضح انك انت من مسجاتك انك ايجابية، يعني ما في احزان ان شاء الله. تقول لي يسعد مساكي ست ياسمين، انا كمان هي طبعا بتقول يسعد مساك ست ياسمين، انا كمان عندي موهبه ان شاء الله عن قريب راح بتواصل معاكم. ليش سيد علي مثلا؟ اوكي. صالح ابراهيم المصلي شو بيقول؟ تحياتي لحضرتك ياسمين، بمناسبه ارتفاع درجات الحراره اهني جميع اخواننا يلي بيعيشوا بمناطق كثير حاره وتحديدا السودان، وبقول لهم ان شاء الله الله يكون بعونكم. والله يعيننا على الحر الشديد. شو علي؟ لا بس مش 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 احر حر من السودان صح؟ الله يكون بعونكم. اليوم وانا جاي كان درجه الحراره 37، هاي هون عنا بالاردن قديش بدها تكون بالعراق؟ 7000 يعني فرقت هاي يعني كل هالبكا اخر شيء فرقت هالدرجه يعني 38. علي علي
لا ان شاء الله الله يكون بعون الناس. فعلا درجات الحراره طالعه مش مريحه صراحه، يعني الله يكون بعون كل الناس، الله يكون بعون العمال يلي بيشتغلوا بهيك جو. شفت صالح ابراهيم الموصلي عم بيقول لي درجه الحراره 50، في هيك رقم بالمعقول 50؟ معقول 60؟ ديروا بالكم تطلعوا من البيت قبل الساعة 7:00 بالليل، ديروا بالكم يعني بس تتأكدوا إنه الشمس تخبط وخلص يعني ما في إلها أي أثر، ها يلا تطلعوا من البيت عشان ها شو مشكلتكم؟ أوكي أنتوا جو نفسه حار، نحن بالعكس، إحنا شمسنا نفسها بتحرق وحرقتها مش معقولة يعني نفسها بالضبط من يوم واحد بعدين، فالله يكون بعون كل الناس. أكيد بكرة نحن بنطل عليكم بحلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة، وإلى اللقاء.